عشاق السفر في كل مكان، تحياتي للجميع. أكيد أكيد أنك سائح عربي ممكن باسطنبول تحن الأماكن العربية، فبتلاقي عرب بكل مكان أكيد، ولكن إذا حاب تشوف أماكن عربية فهي هلا نحن رايحين عليها، اللي هي منطقتين أكثر شيء متواجدين فيها العرب، اللي هي يوسف باشا أو أكسراي. حتى في لوحات بالعربي حتلاقوها موجودة، مثل التقسيم، لأنه تقسيم شارع سياحي، ولكن هون منطقة يسكنها جالية يمكن أكثرهم سوريين، ولكن هلا حتشوفهم سوا كيف إنه في كثير أماكن ممكن نشوفها بهذا المكان، وخاصة المطاعم الموجودة بسوريا موجودة هون في بعض منها. هلا هاي هون الحلاق السوري من الحلاقة الرجالية، مطعم شاورما أنس، هذا من الشاورما المشهورة جدا في اسطنبول، إن شاء الله اليوم بندوقه. سيرجية، هذا مطعم سوري شهير في حلب، هون افتتح فرع. مثل ما شايفين هون هذا يوسف باشا، وهون لتحت شوي حنمشي على اسطنبول على أكسراي. هون كتير أماكن معروفة لتجمع العرب والسوريين أكثر شيء. المطبخ الموصلي، منطقة أكسراي أو حتى يوسف باشا تعتبر منطقة تقريبا اقتصادية شوي وأسعار رخيصة. فمثلا هون هاي عصير رمان طبيعي عصره قدامي الزلمة، حقه ليرتين بس، يعني حوالي ريالين ونص ريال سعودي عصير رمان طبيعي. فهون كمان بالإضافة للمطاعم كمان بتلاقي الأسعار شوي مناسبة أكثر مقارنة مثلا بتقسيم مثلا، لأنه هذا مكان ما يعتبر كتير سياحي. هلا مباشرة بس تنزل من يوسف باشا تلاقي هون منطقة أكسراي، وهلا حتشوفوا قدامكم الكلمات العربية على أصولها، سكة الشام أو حتى هون صراف حتى العريض. فهي منطقة سنيورة حلويات، هاي منطقة وهي صراف. فهي منطقة كثير العرب موجودين فيها خاصة الجالية السورية. داخل أكسراي الشارع العام الرئيسي بتلاقي مول اسمه هيستوريا مول، هذا هو الشارع الرئيسي، هذا شيء اسمه هيستوريا مول، شكله شيء جميل صراحة، فاخر من برا. فخلينا نشوف هلا شلون هو من جوا. ما شايفين المول فيه براندات كبيرة، زارا، سي واي، كيكي، بس طبعا ما له هالحجم الكبير، والأنبير. فهذا تقريبا يعتبر مناسب يعني قريب من منطقة السلطان أحمد. مول في ستاربكس، في بعض الناس مستحيل تعيش يعني إلا تشرب من عنده. طبعاً بالطابق الأخير حتلاقي هون في بولينج موجود كمان، والطابق اللي قبله كله مطاعم، نفس النمط الموجود في الأماكن العربية، كلها فاست فود. البراندات العالمية بتلاقيها هون كلها، سواء ماكدونالدز، كي إف سي، أو حتى بتلاقي البراندات التركية، ولكن كله اللي هو الكاجوال دايننج او الفاست فود. فهذا كله بالاضافه كمان في السينما موجوده في هذا الطابق. فبالتالي هو يعني كمول متكامل، ولكنه اذا انت اكيد من محبي السينما فبنصحك انه تفكر في الموضوع شوي، لانه هون مثلا الهيستوريا ما في غير 3 افلام اجنبيه، والافلام الاجنبيه هي كلها تقريبا اول شيء ترجم عربي ما فيها، واحد اكيد انساها. الشغله الثانيه انه شوي قديمه، ما في شيء كثير تنويع كبير، فحط هذا الموضوع في بالك. اوكي، يعني باختصار كمول هو ظريف بس حجمه صغير، فيه براندات، فيه اكل، فيه السينما، فيه نحكي مثلا كافيات، فيعتبر شيء ظريف يعني تقضي فيه شيء ساعه ونص ساعتين.
كمان. فلا تنسوا اكيد اللايك والسبسكرايب، واكيد كمان اكتبوا لنا كومنتاتكم ورايكم بالفيديوهات، واكيد عندكم اي اقتراحات مرحب فيها دائما. اشوفكم على خير.